وصلت مولودية وهران عزفها الجنوني بإضافة ضحية أخرى إلى سلسلة ضحاياها. وكم كانت الأجواء رائعة بملعب الشهيد أحمد زبانا الذي لبس حلة جديدة افتقدها لسنوات، وبلوحات من صنع اللاعب الثاني عشر الذي لم تستوعبه مدرجات الملعب، وخاب ظن الكثير من الحمراء وبالفوز بتذكرة الدخول ليعود الكثير منهم أدراجه لمتابعة المقابلة من وراء الشاشة الصغيرة. فوز الوصيف لم يكن بالسهولة التي يتصورها الكثير أمام فريق حضر لوهران للدفاع عن مناطقه طيلة اللقاء، ليستسلم في الدقيقة 73 بأقدام المتألق يوسف شيبان. فوز حرك الحمراوة للإشارة أن قلب الأسد زين العابدين سباح سيكون الغائب الأكبر برسم الجولة القادمة، حيث ستركن البطولة للتوقف الاضطراري والذي لن يكون في صالح الحمراوة على حد تعبير معز بوحكاز الذي تجاوب مع وسائل الإعلام باحترافية في الوقت الذي رفض الطاقم الفني لاتحاد الحراج بإدلاء بأي تصريح رفقة لاعبيه، للإشارة أن المقابلة عرفت روح رياضية عالية قبل أثناء وبعد اللقاء داخل وخارج الملعب. بعكز اليوم فوز هام أمام فريق جال وهران باش يلعب كل حظو تاعه، فوز يعني جاء بعد النتيجة الإيجابية من بلعباس، واللي على المقابلة يعني صعيبة لكم، وخاصة ضغط الجمهور اليوم اللي كان وفي ودخل بأعداد يعني أول مرة مدرجات ملعب 19 جوان تكدد على الآخرة. وما قبل كل شيء معناها مشكورين الاحبه نتاعنا، مي احنا كنا نعرفوا الماتش ضد الحراش صالي ماتش تري ديفيسيل، شفنا لي دو ديرنيير سورتي نتاعهم معناها ضد قسنطينه في سي اس اي زيتي بريسك بروش باش يدوهم معناها يربحوا الماتش، ضد لوياسما ايزون في ان غران ماتش، ميم معناها اللي كانوا عندهم كيما نقولوا ان جوار سسبوندو خرج ويزون جوي افيك ان جوار اون موان باسي 20 مينوت. C'est une équipe très bien organisée, اللي يلعبوا معنا على الحظوظ نتاعهم جوسكا لا ديرنيير مينوت. احنا كنا عارفين كيما نقولوا ماهيش كانت بالساهل، دونك اون روبارلي في لا دوزيام ميتون بارابور على الاستراتيجي كون ميز اون بلاس بالنسبه لا بروميير ميتون. دوزيام ميتون اون ابورتي معنا كيلكو موديفيكاسيون جوسكا زافوار ماركي لو بوت، من بعد معنا اون ريكيليبري كيما نقولوا لي ليني. هذه هي معنا اون فولو كيما نقولوا راجوتي دوزيام بوت. On a eu les occasions, l'espace, parce que nous avons eu l'objectif de Zéouj. Mais malheureusement, on a eu le cas de la fin. Inch'Allah, on a eu le but de la mobarat le cadre, Inch'Allah. C'est pas qu'on a eu le but de la تتوقف هذا راح يكون عائق كبير لكم خاطر الفريق راه في منحنى تصاعدي، هذا ما يخدمش فريق مولودية وهران. لا ما يخدم بالطبع، نشوفوا معناها المنافسين ديريكت نتاعنا راهم باش يواصلوا، عندهم لا كوب، عندهم زاد المقابلات الافريقيه ومن بعد يرجعوا للشامبيونا. الديناميك هذايا معناها ممكن احنا كيما نقولوا بعد 20 يوم سون كومبيتيسيون بالك معناها كاين ناس يقول لك اون فا بيردر لو ريتم دو لا كومبيتيسيون، ان شاء الله احنا نحضروا كوم يلفو اون فا انكور كيما نقولوا ريكوبيري لي جوار بليسي et on sera باذن الله plus fort encore بالنسبه بعد لا تريف هذه. نظن المولوديه مع نهايه الموسم تكون في البوديوم ان شاء الله سي بوعكاز. احنا معناها كما شفنا لو بروميير اوبجيكتيف سا ايتي لو مانتيان، اون لافي ديجا انونسي لو مانتيان معناها اوتور دو لا 21 جورني،
الحمد لله وصلنا في التوقيت نتاعنا ونا با دو روتار بالنسبه لهذه والباقي 9 مقابلات on va faire tourner le contingent on va donner معناها un peu plus de chance à d'autres éléments et on va continuer inchallah de faire des bonnes performances et garder surtout les pieds sur terre نلعبوا احنا sans pression et on va essayer de s'accrocher le plus longtemps possible في البوديوم. شكرا بارك الله فيك بالتوفيق. اليوم فوز هام 3 نقاط هامين لكن ما كانش بالامر سهل. سي فري اليوم صح اللقاء كان صعيب ضد فريق لا يلعب لا ريليغاسيون. الحمد لله احنا اليوم واش كان يهمنا هو 3 نقاط اللي ما كانت سهله سي فري مي ليسونسيال احنا جبناها ونقدروا نقولوا حقنا الهدف الاول تاعنا هو البقاء بصفه رسميه في القسم الوطني الاول وان شاء الله هذه المقابله تزيد تخلينا باش نكملوا في لاسوي تاع الشامبيونات باريحيه. رؤوف اليوم لعبت امام فريق القلب الحراش كيف شفت الفريق؟ والله غير شيء مؤسف واش يعيش فيه الوضعيه تاع اتحاد الحراش فريق كبير بالجمهور تاعو بالتاريخ تاعو راهو يعيش في هذه الوضع احنا ان شاء الله نتمنوا الفريق تاع اتحاد الحراش يخرج من هذه الازمه ويحقق البقاء في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا رؤوف بالتوفيق. بنتيبا اليوم فوز امام الحراش اكد نتيجه الاسبوع الماضي ويخلي المولوديه اليوم في البوديوم. الحمد لله يا ربي ربي وفقنا احنا كي ربحنا هذيك 5 بينا باللي ماشي زهر ولا حاجه زدنا كونفيرمينا هنايا وكما نقول لك هذا الفوز نهدوه لانصار مولوديه وهران. والجمهور اليوم ما خلعكش اليوم؟ الجمهور خلعنا بزاف هو اللي زاد اثر علينا وحمسنا بزاف باش جبنا 3 نقاط. واش تقولنا ما تبقى من البطوله هل يعني المولوديه رايحه تلعب بكل قوه تاعها باش انهاء الموسم في المرتبه مشرفه تمكنها باش تلعب منافسه القاريه؟ نقول لك احنا هنا في استادنا ان شاء الله توجور 3 بوان نربحوا وان شاء الله برا ثاني نزيدوا كما نروحوا مباراه مولوديه الجزائر ان شاء الله نديروا نتيجه وان شاء الله بربي نلعبوا مع لي 3 بريمي ان شاء الله. شكرا ما نطولش عليك شكرا بارك الله فيك. دابري الله كما يقولوا دخول الانصار اليوم اللي ما نكذبش عليك انا في ليشوفمون حيروني باسكو ما نكذبش عليك ملي جيت للامسيو استاد ما تعمرش كيما هكذا وجنبني بيان يريحوا هكذا يعاونونا الماكسيموم وان شاء الله يا ربي بوركوا با حنا نهدوا لهم التيت حنا رايحين كيما يقولوا درجه وان شاء الله ماذا بينا التيت اذا جا ماذا بينا. فرحي رشيد اليوم فوز هام امام اتحاد الحراش لكن ما كانش سهل امام هذا الفريق. بيان سو كنا نقارعوا في هذه الصعوبات باسكو ليكيب اللي تلعب على الطيحه ما تقارحهاش تجيك باش تتاتاكي ولا جاوا لعبوا داريير وعندهم دي جوار شيفرولي عرفوا يلعبوا بالون حنا درنا اللي علينا هذاك هي 3 بوان اللي كنا نسحقوها قعدت في زابانا والحمد لله يا ربي باش نكملوا لاسوي تاع الشامبيونه اليز ان شاء الله. رشيد نظن هذه النتيجه هو ضغط الانصار غادي يزيد ضغط النتائج غادي يزيدوا يحلموا بالبوديوم هل من حق هذا الانصار يحلموا بمرتبه مشرفه في نهايه البطوله؟ بيان سور حقهم وعندنا فريق اللي يلعب على البوديوم ان شاء الله ماذا بينا وهران هذه شحال ما فرحت ان شاء الله بربي نفرحوا هذا العام بوركوا با شامبيون ان شاء الله. احنا باقي لنا في جورني شامبيونه ماشي بعيده احنا نقدروا نقولوا انها نلعبوا على الشامبيونه كتبقى 5 جورني ان شاء الله مي احنا نجيروها ماتش بار ماتش وبوركوا با شامبيون ان شاء الله. بارك الله فيك رشيد فرحي شكرا.